تحدثوا عن هذه المسائل لأنها مسألة يجب أن طبعا يتم البحث فيها دون مشاعر ودون أحاسيس ودون تأثير لهذه الأشياء، يجب أن ننظر إليها بموضوعية. وفي هذا المناخ والسياق الحالي في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط وحتى بصفة عامة في العالم، عندما نتحدث عن الهجرة كل مفهوم يقدمه أكاديمي وكل عبارة وكل لفظ ومصطلح وفكرة وكل فكرة هي يتم التركيز عليها وتعتبر كسلاح وتستعمل كسلاح. إذن في هذا المناخ طبعا لدينا انقسام كبير سياسي، وفي كل بلد في أوروبا الأوروبيون أيضا منقسمون. لذلك أعتقد أن عمل الأكاديميين اليوم هو أن يركزوا على الحقيقة. إذن أعتقد أنه يجب أن نستمع إلى من قام بهذا البحث. فقط لدي عدد من الأسئلة كملاحظ فيما يخص الهجرة، وعندما أتحدث مع صناع القرار في الغرب حول ليبيا لديهم هذه الفكرة. منذ 10 سنوات لديكم 10,000 8,000 مهاجر يعملون في ليبيا، واليوم مع الصراع ربما لا يهم لأن عدد المهاجرين وتدفق المهاجرين دائما مهم من أفريقيا، وهو ربما مماثل لما حصل لما قبل الثورة. إذن هناك أسئلة في هذا الخصوص، والأطراف الخارجية ربما فكرة أن الأطراف الخارجية تفرض نوعا من الديناميكية فيما يحصل بالنسبة للهجرة في ليبيا، لا أعرف إذن الإجابة. إذن المسألة الأخرى هي مسألة الفوضى، وهناك فوضى ربما داخل ليبيا، ويمكننا لا يمكننا أن نخمن ما سيحصل ربما في المستقبل، ويجب أن نفكر في الحلول. هناك طبعا منهجية، هناك منطق، هناك تنظم سياسي من أجل معالجة هذه الحالة من الفوضى. أيضا المسألة الأخرى هو أن هناك سياسة جديدة، سياسات جديدة. ربما منذ سنة كانت هناك الاتحاد الأوروبي كان من طبعا يساعد السياسات الإيطالية في ليبيا وفي صبراتا في أكتوبر. يمكننا أن نقول أن ما حصل هو نتيجة للتدخل الإيطالي، حيث قتل بعض الأبرياء أو مات بعض الأبرياء. وفي نوفمبر بعد عدة أشهر كانت هناك مقاربات أخرى مع ماكرون، والذي تحدث عن التدخل العسكري من أجل حماية المهاجرين، وهذه فلسفة جديدة مختلفة عن السياسة الإيطالية. ولكنه أيضا مرة أخرى كان مع التدخل، إيطاليا كانت صامتة وفرنسا كانت معه. إذن هل هذه سياسة أوروبية أم هم فقط يتناقضون؟ إذن المغرب، فكرة أن المغرب يرفض الهجرة ويحقق في كيفية تعامل الاتحاد الأوروبي مع هذه الأزمة ومع الجيران في ليبيا، وكيف هذه إدارة الأزمة في الحقيقة أدت إلى عدد من الالتزامات والتي تعبر عنها الاتحاد الأوروبي في مسألة السياق ومسألة المقاربة الشاملة للهجرة وللأمن وحقوق الإنسان وإلى آخره والالتزامات الإنسانية. إذن بالنسبة للحالة الليبية هي مهمة لأننا هناك عناصر خارجية وهي الاتحاد الأوروبي التي تغير مواقفها تجاه ليبيا وإجراءاتها وتدابيرها، وهذا يمثل اختبارا وحالة مثيرة للاهتمام.
أيضا من المهم أن نفهم طريقة صنع السياسات ونتائجها حول الوضع في الميدان. لذلك ركزنا على الممارسات الأمنية التي تربط بين صناع القرار في بروكسل والظروف في ليبيا. إذن هنا وهذا ما يحاولون القيام به أيضا في تونس. هنا وهناك مقابلات قمنا بها مع الأطراف المعنية، وهناك مسح قمنا به ودراسة من أجل دراسة الحالة الأمنية، وبدأت منذ 2016 وهي تتواصل عن طريق اجتماعات رسمية وغير رسمية هنا وفي أوروبا. أيضا هذا الأمر مهم، لأننا يجب أن نفكر في كيفية استجابة أوروبا مع هذه الأزمة، وهو الإطار العام الذي تغير في ليبيا، ولذلك تغيرت سياسة الاتحاد الأوروبي. قبل الربيع العربي طبعا الإطار الليبي كان محدد، وكانت ليبيا كازا صديقة لإيطاليا، وبالنسبة للأمن والاقتصاد تم إدماجهما في السياسة، لذلك والسياسة كانت تساعد على التغير المؤسساتي. ثم جاء الربيع العربي ياسر يزر براهو، والديمقراطية يمكن أن أيضا أن تساعد على عدم الاستقرار أو تؤدي إلى عدم الاستقرار، وبهذه الطريقة هذا ما حصل في 2015 من أجل إدماج أيضا المقاربة الدولية، وهي تؤدي إلى تغير عقلاني وواقعي في السياسة من أجل إرساء الاستقرار مهما كان الثمن. صح. 2015 كان السنة الذي يعرف كل الناس أن المشكلة أزمة الهجرة إذن تم أن تعرضت أو أصبحت معروفة لدى الإعلام الأوروبي، وخاصة بالنسبة لألمانيا التي أصبحت إذن معروفة في أوروبا وخاصة بالنسبة لألمانيا. إذن حاولنا أن كان هناك حدثا رئيسيا في كل هذه العملية المتعلقة بالهجرة وهو الأزمة الأمنية، وندعوكم لأن تعرفوا أنه في عند هذه النقطة لأنه لا يوجد أي وثيقة رسمية في الاتحاد الأوروبي التي قامت بإصدار أو إعلان الهجرة كتهديد أو كوضع أمني مهدد، وبالتالي فكان هناك نوع نقص في الوثائق للتعطير وللفهم ولمعالجة هذه الأزمة. ولذلك أن الحدث الذي نراه هنا الذي حدث في التغيير الذي حدث في السواحل الإيطالية في 2015 حيث 800 مهاجر إذا حلقوا حتفهم في السواحل الإيطالية، فإن هذا كان حدثا إذا أحدث تغييرا في طريقة التعامل مع هذه المشكلة. و كما يمكنكم أن تروا من خلال هذه الشفافة أن نوعا من الاجتماعات التي على المستوى الأمني اللجنة الأمنية والسياسية التي قامت لمعالجة هذه المشكلة ولوضع محاولة وضع أساسات لمعالجة هذه المشاكل خاصة من خلال عمليات إذن عملية صوفيا المعروفة وغيرها من العمليات والتي مثلا تم إطلاقها في جوان 2015. إذن ربما تذكرون أن عملية صوفيا كان لديها ثلاث مراحل، المرحلة الأخيرة منها تشرك المصادر الأوروبية وإدخال المصادر الأوروبية أو المساعدات الأوروبية حتى داخل السواحل الليبية، لأن السلطات الليبية حتى حسب الأمم المتحدة إذن قامت بالسماح لحتى النشر إذن مساعدات يعني أمنية على حدودها وسواحلها،
وطبعا المساعدة البحرية لم تكن إذن مخصصة للمساعدات الإنسانية وكانت موجودة لمهام أخرى ربما تمثل يعني تعالج بشكل أكبر مع حالة الهجرة. ولكن كنتيجة بشكل عام التدريب وتمكين خفر السواحل الليبي يمكن إذن أصبح يمكن أن نراه كإذن هدف وكشيء مهم حصل إذن لمعالجة هذه الأزمة. بالنسبة للاستراتيجيات أوباما اللجنة الأوروبية الخاصة بالحدود أوباما فإن عملية إذن التدريب وتمكين خفر السواحل الليبية إذن لمكنت إذن بالإضافة إلى التدخل الأوروبي من سنة بعد ذلك من انطلاق عملية إذن صوفيا وتجديد التفويض إذن عملية صوفيا وتم إذن إضافة تدريب الليبيين. وأنا أدعوكم إلى أن المهمة أو مهمة التدريب التي أطلقت من عملية صوفيا هدفها تدريب 400 شخص من خفر السواحل الليبية حتى جوان 2018 و230 منهم تم إذن تدريبهم. والقسط الكبير للمصدر أو عفوا التمويل الائتماني كان مخصص دعمي إذن وتمكيني لخفر السواحل الليبية خاصة عدد من السواحل إذن الليبية التي تدخل في إطار عدد من مراحل التدريب لهذه العملية. أود أن أؤكد على أن هذه المقاربة بقيت إذن دائمة ومستمرة لسنوات وخلال هذه السنوات حتى في جوان 2018 إذن القرار الذي المتعلق بالجهود المتعلقة بوقف إذن المجهود بتكثيف الجهود المتعلقة بوقف الهجرة وطبعا خاصة مساعدة البلدان التي على خطوط النار والخطوط الأمامية لهذه الأزمة. وهذا أبعاد البرنامج للبرنامج وخطة التمويل التي مقداره 6 ملايين يورو لتدريب إذن خفر السواحل الليبية. وكما ترون بأنه بالإضافة إلى تأسيس MRCC إذن مركز التنسيق البحري فإن هنا حتى يستطيع إذن خبر السواحل الليبي المساعدة والدخول في إذن عمليات النجدة. إذن هذه هي الوضعية وإلى أي مدى هذا المشروع حول أن من خلال بتمكين وتنفيذ إذن برامج الالتزام الأوروبي خلال حيال هذا الموضوع. وكان طبعا كان هناك إذن للأسف نوع من إذن التداخل والتعارض في المصالح والنفوذ والسلطات وطبعا لم يكن هناك إذن خطة إذن تنسيق خطة مثلى لهذا وطبعا كان هناك تدخل في بين مصالح أصحاب المصلحة والجهات المتدخلة في هذا. وطبعا في الحقيقة أنه اتضح أيضا أن السلطات الليبية كان عندها قدرات وإذن تستطيع القيام بالكثير من الأمور. ولذلك كان هناك عمليات تدعو إلى إذن التعامل مع المهربين أكثر من مع التدريب. وهناك أيضا تدريبات كان متخصصة بحقوق الإنسان وحدات تتعلق بحقوق الإنسان ودروس حول كيفية التعامل مع المهربين وغيرها. وطبعا من الجوانب المهمة التي يجب الإشارة هي التعاون
العسكري من حيث هو الأمن الشامل الذي يعتبر عمود من أعمدة التدخل لبعض العناصر المهمة في خفر سواحل ليبيا. وطبعا كان هناك إذن إشارة إلى دور المنظمات الدولية وكأنها تمثل التهديد الأكبر في ليبيا، وكان هذا إذن تعليقا مهما وتعليقا في الحقيقة قويا ولعا. وطبعا كان هناك إذن أمر آخر وهو المراقبة والرصد، وفي السنة الأولى كان هناك غائبا تقريبا، ثم كان هناك إذن مراقبة إذن منهجية أو هناك المراقبة لكن القصوى المنهجية. وفي التأخير التأثيرات، بالنسبة للتأثيرات إذن كان هناك إذن عملية إذن مأسسة لي حيث قام الاتحاد الأوروبي بوضع إذن prominent observers from the international community claiming that the EU is subcontracting thieves and violence on migrants. طبعاً كان هذا إذن لوضع إذن انتباع على الأوروبيين والشركاء الأوروبيين. الأخير إذن التأثير الأخير هو أن الاعتقال إذن اعتقال المتزايد لمجرم ينمي الاقتصاد في ليبيا المتخصص العلاق بالوقود وبالمحروقات، ودعمي إذن الفاعلين غير الحكوميين، وطبعا تقويض بناء الدولة. إذن كل هذا إذن كان غير متناسق مع أهداف الأهداف الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي. وطبعا هذه الصورة التي أعتقد أنه ربما رأها بعضكم، والتي ربما تتعرفون إلى بعض الأفراد الذين كانوا أشير إليهم من خلال بعض المؤسسات كمهربين إذن كبار أو لديهم إذن علاقات مع تهريب الوقود وتهريب الأشخاص، وكانوا في نفس الصورة مع موظفين من المسؤولين من الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية. وهنا مرة أخرى لدعم ما كنت أقوله قبل قليل، وهو التزايد إذن نسبة الوفيات بين المهاجرين الذين يحاولون عبور الحدود الساحلية. ويمكننا أن نرى هنا هذا أن التدريب الأوروبي كان أكثر أو أقل مهم جدا. يجب أن نعرف أنه كان ذا موجة تصاعدية، ولكن للأسف في نفس الحقيقة كان هناك إذن نسق تصاعدي في عدد الموتى إذن والذين لقوا فتحهم في البحر حتفهم في البحر. كنقطة أخيرة، هل كان هناك على الأقل من المهم كما يفهم الجميع، هل كانت الأهداف لهذه المهمة إذن فعالة في الحد من تدفقات الهجرة من ليبيا إلى إيطاليا؟ وطبعا هذا من أبرز الادعاءات والمزاعم، وطبعا لا يوجد أي شك بأن هناك التدفقات تم الحد منها. ويمكننا أن نرى إذن كما نرى في الرسم البين أمامكم على الشاشة، ولكن هذا الانخفاض بدأ إذن في الانخفاض، وهذا المد بدأ في الانخفاض من خلال التدريبات لخفر السواحل والجهود المشتركة. أعتقد أن البيانات المتوفرة لا يوجد من حيث إذن أن هناك بأن خفر السواحل الليبي قد خفض من عدد إذن عمليات الهجرة وعدد المهاجرين، ولكن
للأسف الشديد لم يكن ذلك بالحد الكافي لنرى الفرق في انخفاض عدد المواجهين. لذلك الارتفاع هناك الارتفاع في LCG إذن يمكن أن يفسره يبين إذن الأثر المباشر لخفر السواحل كان في الحقيقة مهملا. ولكن في الحقيقة أن المنظمة الإنسانية تقول بأن هناك ارتفاع في عدد المعتقلين في مركز الاعتقال في ليبيا ومركز الإيواء كما يسمونها. وأعتقد أن الخاتمة أو الاستنتاج نرى أن هناك إذن الجهود على السواحل الشمالية، ولكن هناك ربما نقص في الجهود الموجودة في الحدود الجنوبية مع البلدان مثل تشاد ومالي وغيرها. إذن هذا يقودنا إلى بعض الاستنتاجات التي قمنا بذكر أكثر. وأنا أشكركم على حسن الاستماع، ولكن قبل ذلك هناك بعض إذن نرى أن نسب هنا بعض الحلول ربما التي يمكن اتباعها. فأولا هناك إذن ما هي الاحتياجات؟ يجب أن نتساءل عن ما هذه الاحتياجات هناك إذن العمليات أو الجهود إذن تقاد وإذن بطريقة إذن لا تتأسس على احتياجات أكثر مما تتأسس على التمويل. هناك عملية إذن تدويل للقضايا الخارجية لأهداف محلية التي تقود إلى قطع أو الانقسام في عملية الاحتجاج والتطبيق والممارسة. وهناك أيضا العلاقة المؤسسية التي تعاني وأيضا القضايا المتعلقة بالقدرة على الامتصاص. بالنسبة للأهداف هناك إذن تحديات كبيرة لجمع المعطيات التي تعيق التخطيط والرصد والتقييم. هناك أيضا نقص كبير في التقييم والمراقبة في الرصد والتقييم للاتهامات أو الشكوك حول الوقود. طبعاً هناك أيضاً ما يسمى بالمقايضة والتريدوف. وهناك إذن سواحل مهمة جداً وتحتاج إلى المراقبة. هناك كثير من الانتقادات بشكل عام. إذن أشكركم على انتباهكم. أشكرك. صباح الخير جميعا. سأتكلم باللغة الفرنسية وسأتحدث عن الإجراءات القضائية فيما يخص مصير الأجانب في ليبيا نحو ليبيا وفي ليبيا المتجهون نحو ليبيا وفي ليبيا. إذن نتحدث عن سياسات الهجرة في ليبيا، وربما يجب أن ندقق هنا في المسألة. وعندما نتحدث مثلا عن ليبيا فلا نتحدث، وأيضا عندما نتحدث عن دول المغرب العربي
هناك ربما الناس لا تهتم بالقانون لأن القانون لا ينفذ غالبا، وهناك أيضا أشخاص آخرون بحثوا في مجال القانون، وهذه هي حالة ليبيا في خلال حكم القذافي، أن هناك غالبا نوع من العلاقات، علاقات التأثير بين الأطراف الداخلية والأطراف الخارجية، وأيضا القانون يمكنه أن ينفذ بطريقة نسبية، أي أن القانون أو القرار يمكن أن ينفذ لمجموعة ما ولا ينفذ بالنسبة لمجموعة أو لعنصر آخر، مثلا عنصر الحماية. وأيضا بالنسبة للهجرة، أيضا القانون المغربي الذي تم تبنيه في 2003 لم يتم تنفيذه من قبل القضاة ل15 سنة، حتى بدأت المنظمات غير الحكومية في التأثير من أجل أن يتم تنفيذه في القضاء. إذن في ليبيا ليس من البديهي أن نرى مكانة القانون فيما يخص الهجرة. إذن هناك بعض النقاط العامة فيما يخص هذه المداخلة. ليبيا كما قلنا من قبل وأمس، ليبيا هي بلد مهم من ناحية الهجرة، ومنذ سنوات 70 ومنذ اكتشاف النفط وهناك حركة هجرية كبيرة، وخاصة كانت منطقة عبور نحو أوروبا، وهذا حسب أبحاث ميدانية وحسب أيضا الوثائق، وثائق مفوضية اللاجئين وأيضا منظمة الهجرة الدولية. إذن هنا لا نتحدث عن الأشخاص الذين يريدون العبور نحو أوروبا، ولكن أيضا الأشخاص الذين يعيشون لسنوات ولأشهر ولسنوات في ليبيا. إذن الواقع اليوم يتم إنكاره في خطابات وآليات موجودة وتركز خاصة على وجهة هؤلاء المهاجرين وهي أوروبا. إذن سوء المعاملة والانتهاكات ضد هؤلاء المهاجرين، وهنا طبعا يتم التسويق لها في وسائل الإعلام وتوثيقها منذ سنوات 2000 من قبل Human Rights Watch ومن قبل المنظمة العفو الدولية. وأيضا هناك طبعا اهتمام متصاعد بالوضعية، وفي خلال حكم القذافي القانون وسياسة الهجرة كانت لها أهمية كبرى ومكانة كبرى، وأيضا كانت تستعمل كأداة دبلوماسية مع الدول الأخرى. وهنا هذه السياسات تطورت مع الوقت حسب العلاقات الدبلوماسية لليبيا، والدولة والقانون طبعا كان هناك لخدمة هذه العلاقات الدبلوماسية. والمرحلة الأخيرة لهذا التطور هي طبعا مواجهة الهجرة غير الشرعية. وهناك مسألة في العلاقة بين أوروبا وليبيا، ولوكا تحدث عن هذا، ولكن سأتحدث أنا عن هذا من وجهة نظر قضائية وقانونية. فيما يخص الحقوق وسياسة الهجرة في ليبيا، يمكننا أن نرى أننا مررنا من مقاربة براغماتية وإيديولوجية نحو الهجرة إلى نوع من التطبيع لدولة تعتبر وتعتبر نفسها بلد عبور، وهذا ما أريد قوله بالتطبيع. وتحت حكم القذافي كانت الهجرة موجودة، والقانون كان موجود، وكانت هناك الكثير من القوانين التي يتم سنها فيما يخص الهجرة، وهي مرتبطة كما قلنا بالطموح الدبلوماسي لليبيا.
وفي السنوات 70 و80 القذافي تبنى سياسة عربية نحو الوحدة العربية على الأقل مع تونس ومصر، وهذا ترجم استعمال الهجرة وسياسات الهجرة وقوانين الهجرة مع العرب، وكان هناك طبعا سياسة لإدماج العرب المهاجرين العرب، وكان هناك هناك منافع وتقدم من قبل الخدمات العمومية للمهاجرين، وأيضا النفاذ إلى التوثيق الرسمي للهجرة، وبالنسبة للذين اختاروا ليبيا كمكان للعيش. وأيضا رأينا في خلال هذه المرحلة سياسة ساحلية بالنسبة للساحل الأفريقي ومن أجل تسهيل الحركة والتنقل بين الدول، مثلا من النيجر وبدون تأشيرة من أجل تحسين التنقل. وأيضا في نهاية السنوات 80 أيضا ندخل في مرحلة حيث نبدأ التفكير في الهجرة كإشكال أمني ويرتبط بالهجرة غير الرسمية، وأيضا هناك قانون فيما يخص تنقل الأجانب ودخول الأجانب، والذي طبعا فيما بعد أصبح قانون الهجرة غير الشرعية. ومنذ السنوات 80 كنا طبعا هناك مسار أمريكي ثم دولي، والقذافي لم يتحصل على الكثير من الدعم من شركائه العرب، ولكنه كان يبحث عن دعم أكبر من أفريقيا. إذن هنا تبدلت السياسة نحو الوحدة الأفريقية، وهناك الكثير من الحملات التي حصلت في بلدان أفريقية من أجل دعوة الشباب للعمل في ليبيا دون تأشيرة. وطبعا طبعا هناك مجموعة الدول جنوب الصحراء والساحل الأفريقي، ودون حذف طبعا الإيجابيات التي قدمت للعرب من قبل، وهذا لن يبقى كثيرا لأننا هنا فيما بعد طبعا تم حذف الحصار على ليبيا، والقذافي بدأ يظهر مرة أخرى في الساحة الدولية والاتحاد الأوروبي، وهنا الهجرة أيضا تصبح أداة تستعمل. فجأة كل الأجانب خاصة الأفارقة كانوا يقدمون على كأنهم طبعا غزاة وعبر الهجرة غير الشرعية وغير منظمة. إذن كان هناك تطورات في السنوات 80 في أواخر 80، ولم يكن هناك آليات من أجل تنظيم وجود هؤلاء المهاجرين. إذن الهجرة كانت تحصل بطريقة غير منظمة وغير رسمية. النفاذ إلى ليبيا والعمل في ليبيا كان بطريقة بسيطة، وكانت هناك إمكانيات كبرى لطرد هؤلاء دون أجرة إلى آخره. إذن كان هناك كان قطاعا غير منظم. إذن الأفارقة الذين تم قبولهم تم استعمالهم من قبل القذافي كممثلين لهؤلاء المهاجرين عامة. وطبعا بعد ذلك كان هناك واقع دعم من قبل النظام. خلال هذه الفترة كان هناك مجموعتين من القوانين والقرارات، القانون 2004 والقرار 2007 الذي طبعا كان دعا إلى التعويل على اليد العاملة الأجنبية من أجل إعادة هيكلة الاقتصاد وأيضا سوق الشغل في ليبيا. إذن بالنسبة
كما قلنا هناك ارتفاع، كان هناك ارتفاع للهجرة غير المنظمة، وكان هناك تنوع وطني للوجود على صعيد الوطن، وكان هناك امضاء لاتفاقيات ثنائية فيها حوافز وتحفيزات لليد العاملة القادمة إلى ليبيا ومن دول أخرى مثل الصين وإيران وفنزويلا وأوكرانيا. إذن في نهاية نظام القذافي كنا في سياق حيث ليبيا اتبعت الخطاب العالمي فيما يخص الهجرة والسياسات العالمية الدولية التي تحاول تنظيم الهجرة ومحاربة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وبهذه الطريقة نرى كل هذا في القانون. وبعد انهيار النظام كان هناك إعادة توجه للتدفقات الهجرة، وكان هناك ناشطون أرادوا أن يكون هناك أكثر حقوق إنسان، وأن تكون هناك طبعا أن تكون هناك صورة جيدة لليبيا في العالم. لذلك بدأوا الدفع نحو المصادقة على اتفاقية جنيفا وأيضا الاتفاقية مناهضة التعذيب، وأيضا المراقبة مراكز الإيواء أو الاحتجاز، وأيضا هنا كان هناك طبعا مسار دولي فيما يخص هذه المسألة. وهذا في 2013، و إذن بالنسبة للحالة الحالية الوضع الحالي هناك القانون 2004 تحت القذافي القانون الثاني، وهنا تستعمل كلمة المهاجرين وأيضا تهريب المهاجرين وهو الاتجار بالمهاجرين، ولكن هنا لا نتحدث التعريف كان غير واضح، تعريف التهريب تهريب المهاجرين. ولكن أيضا هناك قانون 2010 تحت القذافي وهو يتحدث عن الهجرة غير الشرعية. إذن هذه القوانين لا تتحدث عن أي تدابير أو إجراءات، ولكن هي تشرع لإمكانية مناهضة المهربين، وهذا ما بدأ في 2014. كان هناك تطور مؤسساتي من أجل محاربة هجرة غير شرعية، مثلا جهاز الهجرة غير الشرعية ومناهضة الهجرة غير الشرعية، وأيضا بدأ العمل في هذا الخصوص وهذا النقاش في ليبيا كبلد عبور، وحيث هناك طبعا تهريب للمهاجرين ويجب أن نناهض ونكافح هذا التهريب. إذن ثم نتحدث عن التعاون مع الاتحاد الأوروبي، وهنا سأحاول أن أكون واضحة فيما يخص عناصر هذا التعاون. وهنا تحدث عن القذافي مرة أخرى. الاتحاد الأوروبي تجاهل هذه الحقوق وحقه في التعاون مع ليبيا. ومنذ 2005 تم إرساء حوار بين ليبيا والاتحاد الأوروبي حول الهجرة. هنا نتحدث عن ليبيا كشريك غير واضح بالنسبة لأوروبا. لذلك كان هناك هذا الحوار الخارق للعادة، ومن أجل أن كيفية معالجة مسألة الهجرة في ليبيا، وليبيا طبعا ستقوم بالتفاوض من أجل محاربة الهجرة غير الشرعية. والدبلوماسيون تحدثوا عن هذا لأنهم
يتفاوضون من أجل التعاون مع ليبيا بين إيطاليا وليبيا، وفي بعض الأحيان هم يسمحون بعبور الحدود. في 2005 الاتحاد الأوروبي قال أنه لن يكون هناك تعاون إن لم تصادق ليبيا على اتفاقية جنيف، ولكن التعاون تواصل في الحقيقة رغم أن الاتفاقية والمعاهدة لم تصادق عليها ليبيا. ثم كان هناك طبعا النتيجة هو من أجل منع المهاجرين منعهم من الوصول إلى أوروبا. وهناك علاقات بين إيطاليا وليبيا، وإيطاليا هي طبعا الدولة الأولى في أوروبا التي يأتيها المهاجرون من ليبيا. وحتى بعدها أو حتى قبل هذا الحوار الخارق للعادة، منذ وصول المجموعات للامبدوزا، إيطاليا قامت بإرساء منظومة لطرد وترحيل هؤلاء إلى ليبيا، إعادتهم إلى ليبيا. طبعا عملية ترحيل جماعي، وإيطاليا كانت تقوم بذلك رغم عدم شرعيتها. وهذا سيعزز مع السنوات بمرور السنوات. وفي 2008 هناك اتفاق بين ليبيا وإيطاليا، حيث أن هناك سياسة تدافع، حيث أن عندما إيطاليا تنقذ عدد من المهاجرين تضعهم على سفن ليبية وتعيدهم إلى ليبيا. وهذا بقي الكثير من الوقت وحتى تدخلت المحكمة أو المحكمة حقوق الإنسان، وهي في 2012 وهي تقول عدد من الأشياء المهمة. هي تقول المحكمة حقوق الإنسان تقول ليبيا هي ليست دولة ثالثة يمكن أن نرسل لها المهاجرين حسب القانون، أن الدول الأوروبية هي مسؤولة عن مصير هؤلاء المهاجرين حتى إن كانوا في البحر. وأيضا ثالثا أن الدول الأوروبية يجب عليها الالتزام بالقانون الدولي والقانون الأوروبي حتى في صورة وجود اتفاقية ثنائية مثل الاتفاقيات بين إيطاليا وليبيا. هذا مهم لأن اليوم الاتحاد الأوروبي راجع استراتيجيته. الهدف كان هو نفسه، وهو أن طبعا أن نبقي على المهاجرين في الضفة الجنوبية، ومن أجل طبعا تعزيز مسؤوليات الليبيين وعن طريق القانون قانون المعهد. والعنصر الآخر الاستراتيجي هو إدارة المجال من قبل الليبيين. وهنا طبعا المسألة هو أنه يجب عدم المساس من المهاجرين حسب القانون الأوروبي، وهنا مثلا لا يتم إنقاذ المهاجرين. إذن النتيجة والهدف هو أن يقوم الليبيون بكل شيء، وبهذه الطريقة يتم تدريب الليبيين وحراس الحرس الحدود وحرس السواحل والمارينز ومختلف المؤسسات، وأيضا تدريب من قبل إيطاليا، من قبل منظمة الهجرة الدولية، من قبل الأمم المتحدة إلى آخره. إذن تدريب الليبيين على مراقبة الحدود وأيضا الحدود البرية والبحرية والإنقاذ وعمليات الإنقاذ وعمليات الاحتجاز، لأن غدا في ليبيا سيتم احتجاز هؤلاء في المراكز، ولكن يتم تدريب الليبيين حول حقوق الإنسان أيضا. وفي النهاية ليبيا كتونس هي يتم دفعها من قبل الاتحاد الأوروبي إلى
أن تكون منطقة إنقاذ، يعني البحث عن المهاجرين وإنقاذهم. ليبيا لم تقم بذلك فيما أبعد من مياهها الإقليمية، وليبيا تقوم بذلك وبحماية مياهها الإقليمية حتى لا يقترب الأوروبيون إلى مياهها. وكل هذا طبعا يتطلب الكثير من الوقت، التدريب يتطلب من الوقت، ولا نعرف كم سيبقى سيرضى الليبيون بالقيام بذلك. لذلك هو الفكرة هو أن يقوموا بذلك بأنفسهم. كما قال لوكا مثلا، كانت هناك مناورات عسكرية من قبل الاتحاد الأوروبي في المجال الليبي ولم يحدث هذا. إذن ما بالنسبة طبعا إعادة تنظيم وإعداد منصة لإدارة الهجرة في ليبيا من قبل ليبيا والاتحاد الأوروبي مع شركاء ومنظمات دولية، خاصة منظمة الهجرة الدولية والمفوضية، مفوضية اللاجئين، وهذا بدأ في 2011، وأيضا تحدثنا عن هذا في 2017. ومن في 2011 المنظمات الدولية التي لم تكن موجودة على الميدان تحت حكم القذافي بدأت تتحصل على إمكانية التدخل. وفي 2017 تتذكرون هذا الفيديو الذي يتحدث عن بيع الأفارقة، والمنظمة الهجرة الدولية تنظم الآن إعادة المهاجرين إلى بلدانهم. وفي الواقع لدينا تطور كبير للأماكن التي نريد الإبقاء على الأشخاص فيها، وبهدف حمايتهم ولكن أيضا مراقبتهم وإعادة توزيعهم. إذن لدينا هذا في مناطق الإنزال وفي ليبيا، وأيضا بعد ذلك لدينا مراكز الإيواء أو الاحتجاز، حيث يمكن للمنظمات الدولية أن تتدخل. ولدينا أيضا المراكز نحييهم في لعملهم في ليبيا، وهنا لدينا أيضا مراكز استقبال في نيجيريا، حيث يستقبلون المهاجرين الآتين من ليبيا الذين تم ترحيلهم وإعادتهم من ليبيا. إذن لن نسميهم مراكز احتجاز هنا، بل منصات. النيجر مثلا بدأ في مكافحة المهاجرين، وكل شيء يحصل في الجانب الأفريقي. إذن هناك بحث وإرساء منصات في مناطق مختلفة من أجل إرسال هؤلاء المهاجرين إلى هذه النقاط. إذن نحن نتحدث عن إعادة إدارة الهجرة واستعمال التقنيات من أجل تحديد مصير هؤلاء، إن كان ذلك في ليبيا والجزائر أو أي مكان. والسؤال النهائي هو يمكن مناقشته، هو أي سياسة هجرة في ليبيا نحن نحتاج بالنسبة للأجانب الذين لا يريدون الذهاب إلى أوروبا فقط، ربما ويريدون التنقل في ليبيا من كل جهة من ليبيا أو داخل ليبيا. Thank you, Delphin. شكرا ديفان. دكتور تفضل.
السلامة. عفوا لأني كانت عندي مشكلة تقنية في تحويل الملف، هذاك علاش تأخرت بعض الدقائق. إذا كما تلاحظون سأتكلم بالعربية، أمس تكلمت بالفرنسية، اليوم النص الفول الثاني اللي حكيت لكم عليها أمس. إذا عنوان المداخلة هو، سمحني سيد الرئيس بسجل توقيت. إذن عنوان المداخلة هو من أزمات الدول إلى الأزمات الهجرية، أثر الأزمة في ليبيا على الهجرة واللجوء في المغرب الكبير وفي جوار ليبيا الإقليمي. وعندما أقول جوار ليبيا الإقليمي يعني الجوار الأوروبي في الشمال والجوار الجنوب الصحراء أو في الساحلي، بمعنى منطقة الساحل وبلدان الساحل في الجنوب. كما لأوروبا أجوار، نحن كذلك لنا أجوار، وأوروبا هي جارتنا الشمالية كما نحن جيرانها الجنوبيين. هذه النقطة الأولى. ثاني، أعتقد أنه منذ أمس شقت قضية الهجرة عدة نقاشات وعدة جلسات وعدة مداخلات، وأعتقد أنه أنا مضطر لأن أتكلم بسرعة، لابد من نأخذ بعض الدقائق للتعريف. كلمة الهجرة هو مفهوم شامل يتعلق بتنقل وتغيير مكان الإقامة لأي شخص، سواء كان ذلك داخل البلد الهجرة الداخلية أو خارج البلد الهجرة الخارجية. بالنسبة للهجرة الخارجية هي عندما ينتقل فرد من بلده أو بلد حتى إن لم يكن بلده باجتياز الحدود بطريقة قانونية أو غير قانونية، ليس هذا الإشكال، وانتقاله للإقامة في بلد آخر تتجاوز مدة الإقامة عادة 6 أشهر، وفي التعريفات عموما هو السنة. عندما يتجاوز مدة الإقامة تتجاوز سنة يصبح الإنسان مهاجرا. بعد ذلك تأتي قضية الهجرة، هل هي إرادية أم قسرية؟ الهجرة الإرادية هي مختلف أشكال التنقلات والإقامات في خارج البلد الأصلي بالنسبة للهجرة الدولية. يعني نحن اليوم نتحدث عن الهجرة الدولية ولا نتحدث عن الهجرة الداخلية، موضوع آخر. اللي تحدث عليه الصباح محمد اللي هو المهجرون في ليبيا هي هجرة داخلية قسرية بالسين، بالإنجليزية interior displaced person. في الحالة هذه نتحدث عن هجرة داخلية فيها الإرادية وكذلك الغير الإرادية. في الحالة الهجرة الدولية نجد الهجرة الإرادية وهي هجرة العائلات، هجرة الدراسة، هجرة العمل. وأنا أفضل أن نستعمل مصطلح الهجرة، هجرة العمال عوض الهجرة الاقتصادية، لأنها يعني كلمة أعتقد لا تفي بالمعنى. هجرة الاقتصادية هي هجرة العمل من أجل العمل مهما يكون المستوى المهني والمعرفي والتربوي للفرد المهاجر. إذن هذه مختلف أشكال الهجرة الإرادية. اللجوء، اللاجئون وطالبون طالبي اللجوء هم المهاجرون الذين إذن ينتقلون لأسباب قاهرة، يعني أنهم لا يجدون الأمان في موطنهم الأصلي أو في مكان إقامتهم الأصلية فيضطرون للمغادرة بصورة قسرية. وفي هذه الحالة نتحدث عن اللجوء وطلب اللجوء. إذن فقط أنا أريد أن أؤكد أن اللاجئون واللجوء وطلب اللجوء هو فرع من فروع الهجرة الدولية. اثنين، بلد هجرة عابرة، بلد هجرة وافدة، بلد هجرة مغادرة. البلد يمكن، والآن في زمن العولمة أصبحت أغلب البلدان تجمع بين الوظائف الثلاثة، هجرة المغادرة، هجرة العبور، وهجرة الوصول، الهجرة الوافدة. إذن أنا أريد أن أمر مباشرة ليبيا وضعيتها. ليبيا في الأصل بلد هجرة وافدة كانت وما زالت منذ تقريبا نهاية الستينات وبداية السبعينات في إطار معروف.
أنا لا أريد أن أرجع لهذا، ولكن مثلا أذكر بأن في هذا الكتاب الذي أعتقد وصلتم إليه معناته قلت مداخلة، وهي بعنوان حركيات التنقل في الصحراء بين الماضي والحاضر في الزين شمالا، ومن خلال المقالة التي تطلع عليها أردت أن أؤكد أن التقاليد الهجرية لليبيا كبلد هجرة وافدة أساسا يرجع إلى له أبعاد تاريخية، وهي هجرة وإلى نزوح الليبيين إثر الغزو، دون أن نتذكر أن أرجع إلى طبعا تجارة القوافل والتحركات البشرية لغيره، هذه مش موضوعنا. الموضوع كيف أصبحت ليبيا تنظر إلى الجنوب كجنوب الصحراء كبلدان توفر لها الهجرة الوافدة. منذ هاجر الليبيون وهربوا من لجؤوا من اثر الغزو الايطالي لليبيا ثم رجعوا بعد ذلك، لدرجه اننا اليوم نجد ان في عده معناتها بلدان جاره لليبيا هناك عده شبكات ليبيه، ليبيون اصليون او لهم الجنسيه الليبيه فقط، مقيمون في هذه البلدان وترجع اصولهم للاقامه في هذه البلدان لتلك الفتره، منهم من رجع بعد الاستقلال، منهم من رجع في الستينات، وعندما رجعوا إلى ليبيا حافظوا على تلك الشبكات والعلاقات المصاهرة والعلاقات الاقتصادية، ووجدنا حتى بعض الحالات اللي هم يقيمون في مثلا حول بحيرة تشاد ومستقرون من الجيل الثالث أعتقد والرابع في باريس، وهم يعني رجال أعمال لهم علاقات مع ليبيا، لهم علاقات مع تشاد، ولهم علاقات مع فرنسا. هذا فقط أنا يعني ليس لي الوقت لأن أتوسع في هذا، ولكن أذكر بأن يعني نظرة وإلى وجود العنصر الإفريقي بالمعنى بلدان جنوب الصحراء مواطني بلدان جنوب الصحراء في ليبيا لا يرجع لليوم ولا يرجع إلى السنوات في فقط. هذا إذن البعد التاريخي. إذن متى أصبحت ليبيا بلد هجرة عابرة؟ أعتقد أنه كما قلت منذ حين في النصف الثاني من تسعينات القرن الماضي بفعل عدة عوامل بسرعة أذكرها. لا ننسى بأن خلال تلك الفترة في نصف الثاني من التسعينات كانت تقريبا الحروب والنزاعات من خليج غينيا غربا حتى القرن الأفريقي شرقا، كلها كانت يعني حروب تشاد عفوا في جمهورية الكونغو، في سيراليون، في ليبيريا، تذكروا ساحل العاج، أفريقيا الوسطى، جمهورية الكونغو، القرن الأفريقي، دارفور، جنوب السودان، وهي جزء منها مازال اليوم. إذن لماذا أصبحت ليبيا؟ لأن هناك ضغط كبير من هذه المناطق لكي يتوجه المهاجرون نحو ليبيا، وكما لا أعود ما ذكره الأصدقاء والزملاء من ذحين عندما مع تعددوا العوامل التي ساهمت في أن تصبح ليبيا بلد للهجرة الوافدة الأفريقية. ذكروا أن عبد السلام التركي لمن يتذكره بصورة يعني مباشرة قال بأن في سنة 2006 أعتقد أن ليبيا فيها ما بين 2 مليون و 2 مليون ونص من المهاجرين من مختلف الجنسيات، ولكن أكبر الجنسيات هي التشاديون والسودانيون والمصريون، ثم بعد ذلك تأتي الجنسيات الأخرى ببعض حتى بمئات الألاف تقريبا، هناك حوالي 100,000. إذن قلت بأن لا ننسى كذلك عنصر أو مساهمة الحصار الذي وقع في 92 على ليبيا، الذي خضعت له ليبيا في 92، هذا أدى طبعا كما قال الزملاء وكما قال دفين مذوحين إلى أن تتوجه ليبيا نحو الجنوب وتفتح الأبواب. وتذكروا أن في سبتمبر أكتوبر 2000 وقعت حوادث عنف وذهب ضحيتها مئات من الأفارقة حسب معناتها المصادر آنذاك، أنا لا ليست متأكد من مصداقيتها، ولكن هناك يعني تقريبا توافق مختلف مصادر صحفيه وغير صحفيه ومنظمات دوليه تقول بان هناك بعض المئات، وكذلك ذهب ضحيتها ليبيون لان كانت هناك حوادث عنف عنيفه، لان في الحقيقه وجود الافارقه انذاك في 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 بلد كانت تتميز الوضعيه الاقتصاديه فيه بالصعوبه نظرا لان ليبيا كانت تحت الحصار، فكانت هناك ازمه اقتصاديه ادت الى ازمه اجتماعيه، ومن سيكون الضحيه الاولى للازمه الاجتماعيه هم عاده المهاجرون، وهذا نراه في عده بلدان في عده اذا حالات لا ارجع اليه. اذا لا ننسى بان اليوم نرجع الان حتى نقول بان ليبيا ليست وحدها، يعني هناك تقريبا 220 مليون شخص في العالم مهاجرون،
كما قلت منذ حين عندما نقول مهاجرون عمال ولاجئون، وتقريبا ربع هؤلاء هم من اللاجئين، لا ننسى ذلك. انظروا أين تتركز مواطن اللجوء، خاصة في الشرق الأوسط وأفريقيا، كولومبيا الآن بسدد حل المشكل، وتلاحظون بأن هناك انفجار لعدد النازحين في العالم الذي تجاوز اليوم 60 اللاجئين، تجاوز اليوم 60 مليون. وطبعا البلدان العراق وسوريا ما زالت اليوم هي في مقدمة هذه البلدان التي يصدر عنها اللجوء. وطبعا هنا وضعت هذه الخريطة فقط لي حتى تتعرفوا على تقريبا هذا المجال متاع التوترات، كما قلت من القرن الأفريقي شرقا حتى خليج غينيا غربا، مرورا بهذه البلدان الأفريقية التي ترون على الخريطة. إذن انظروا كيف انفجر اللجوء خاصة في منطقة الشرق الأوسط ما بين العشرية الأولى من نهاية القرن، في نهاية القرن الماضي، والوضعية الحالية 2015-2017. طبعا لا ننسى دور النزاعات والصراعات في كل من العراق وسوريا في يعني وصول اللاجئين إلى أفريقيا. أمر بسرعة، هذا مثلا الزعتري في، حتى تعرفون بأن ما نراه في ليبيا هو جزء مما يقع في العالم وفي المنطقة، هذا الأساس لماذا معناتها ذلك. إذن في العراق، ثم كيف استقبلت بصورة سيئة أو حسنة أوروبا اللاجئين؟ هذه في الفترة 2014-2015-2016 في هنغاريا، في ألمانيا، في هذه البلدان. وطبعا هناك ما قلت استقبال سيء هناك على الحدود الهنغارية، لأن المجر طبعا أغلقت حدودها لتنقل المهاجرين. ثم بعد نأتي إلى طبعا المغرب العربي كذلك، ليس هناك فقط ليبيا، إذن هذا الهجرة في المغرب، إذن محاولات معناتها عبور الحدود ما بين سبتة ومليلة، وكذلك الخروج من المغرب عن طريق عبور البحر، إذن هذا في المغرب. وكذلك في المغرب هناك أيضا في بعض الأحيان توترات اجتماعية بسبب ما يعتقد جزء من المجتمع المغربي أنه يعني غزو أسود للمغرب. الجزائر نفس الشيء، تونس تعرفون بأنها في ما بين 2011-2012 مرت بتجربة هجرية يمكن نقول أنها معتبرة، لأنها لأول مرة تستقبل تونس أو يقيم فيها لاجئون من العمال المهاجرين في ليبيا، وكذلك الليبيين، وكذلك عودة التونسيين. إذن ثلاثة أصناف، أمر هذا بسرعة. وطبعا لا ننسى كما قلت منذ حين الحروب، انظروا كيف أن في مثلا بالنسبة لجمهورية أفريقيا الوسطى، تصوروا أن الحرب ما بين السيليكا والبلاكا التي قسمت بلاد الاثنين جعلت أنه في كل منطقة كانت هناك تصفية عرقية يعني عنيفة، ولا يمكن الرجوع أبدا إلى الوراء عند حتى أن استتب الأمر، لأن تم إحراق وتدمير تام للقرى والمناطق التي كان يقيم فيها المسيحيون من ناحية عند المسلمين أو المسلمين عند المسيحيين. فتصوروا كيف أن ذلك سيؤدي، سيؤدي بالطبع إلى أنه لا يمكن العودة للوراء حتى وإن تم هناك استقرار. نفس الشيء بالنسبة جنوب السودان، ترون أن في 2011 جنوب السودان استقلت عن السودان بعد حرب أهلية طويلة، وما نراه اليوم في السودان وهو يغذي موجات الهجرة الوافدة على البلدان الإفريقية، ولكن أيضا حتى على المغرب العربي، ومنها المغرب الكبير ومنها ليبيا بالخصوص. إذن ما نراه اليوم يعني الحرب الأهلية الجديدة في جنوب السودان هي أكثر شراسة وأكثر دموية وأكثر تدميرا من الحرب الأهلية الأولى. إذن أمر بسرعة ناتي طبعا ليبيا الآن. ليبيا أذكر بأن هذه الصور أخذتها في 2008 زوارة عندما كانت هي قاعدة انطلاق المهاجرين، وتلاحظوا أن المراكب آنذاك كانت مراكب خشبية، ما كانش المراكب المطاطية، وكانت مراكب يعني تقريبا يمكن أن تحمل من 300 إلى 400 شخص. ذكر أن في 2006 أو 2007 غرق مركب بحوالي 600 مصري وتم إنقاذهم، لكن هناك بعض الغرق آنذاك. إذن حتى نقول بأن يعني الهجرة، هذه إشكالية الهجرة في ليبيا ليست جديدة وإنما هي قديمة. وطبعا هنا في مثلا
عندما كانت هناك الحرب كيف أن المهاجرين الأفارقة بالأساس واللاجئين لأن جزء منهم كانوا يحاولون الهروب وتعرفون أنهم وقعوا بين كما نقول المطرقة والسندان متهمون بالتحالف مع القذافي من طرف الثوار ومن ناحية أخرى القذافي استعملهم للضغط على أوروبا كما قبل إعلان الحرب. إذن الطرق التي تؤدي إلى ليبيا طبعا هي الطرق يعني في الحقيقة يمكن أقول هي منفتحة على أفريقيا وترون أنها تقريبا تجمع أو يلتقي فيها ويعبر منها نحو ليبيا يعني تقريبا مهاجرو ولاجئو كل البلدان أفريقيا الوسطى إلى أفريقيا الغربية وفي بعض الأحيان حتى أفريقيا الشرقية هذه في أجادس طبعا مع طبعا وجود عدة مآسي بسبب خصوصا منذ تنفيذ السياسات القاسية الأوروبية على وإجبار النيجر على قبولها هذه في أجادس طبعا بعد ذلك نمر إلى البحر هذا أهم حاجة طبعا هو العبور بسرعة أمر بذلك لأني أريد أن أصل إلى تطورات الأدفاق الهجرية هذه إحدى النقاط التي أريد أن أتوقف عندها وهو أنكم تلاحظون أنا في الحقيقة هذه تقريبا عنا ما بين 2008 و 2016 وحتى 17 نعطيكم الأرقام بعد تلاحظون بأن في غرب المتوسط كيف تراجعت الهجرة وأن تقريبا بدينا نحوم حتى 2016 ما بين 5000 6000 4000 إذن هذا في الشرق في غرب المتوسط عندما نقول غرب المتوسط لأن فرونتكس والاتحاد الأوروبي يقسم المتوسط إلى ثلاثة أقاليم شرق المتوسط غرب المتوسط ووسط المتوسط المتوسط البحر المتوسط الغربي هو من خليج عفوا من مضيق سيسيليا صقلية ما بين تونس وإيطاليا حتى مضيق جبل طارق بعد ذلك هو يمكن أن نعطيكم نوريكم الخريطة بسرعة هي إذن غرب المتوسط هو من هنا حتى لهنا شرق المتوسط عفوا السنتر الميديترانيان يعني المتوسط الأوسط هو من مضيق صقلية حتى تقريبا الخط ما بين كريت جزيرة كريت واليونان ثم ليبيا في الجنوب مالطا وصقلية في الشمال وشرق المتوسط طبعا تقريبا من النقطة هذه من الخط هذا حتى السواحل الشرقية الآسيوية إذن قلنا كيف أن طبعا تراجع الأدفاق الهجرية بالنسبة لي إذن شرق المتوسط تلاحظون هذا الانفجار الكبير للهجرة انطلاق من 2014 وخصوصا انطلاق من 2015 و2016 بالنسبة لي طبعا وسط المتوسط وهو المنطقة التي تهم مباشرة وتهم ليبيا والمنطقة هذه تقريبا تشرف عليها ليبيا تشرف عليها مصر إيطاليا اليونان إذن يمكن نقول أنها قلب الرحاب بالنسبة للحركة الهجرية إذن سنوات 2014 شهدت إذن انفجار الحركة الهجرية وهنا قمت ببعض تلاحظون بأن هنا عندنا 100% تلاحظون بأن الغرب المتوسط لا يمثل في ما بين 2008 و 2013 يعني من حوالي 40 ألف مهاجر لا يمثلون إلا 8.3% بينما غرب المتوسط شرق المتوسط يمثل أكثر من 55% من الأدفاق الهجرية يعني من ما نسميه بالمهاجرين الذين ينزلون على اليابسة الأوروبية بعد ذلك ما بين 2014 و 2017 عندما هذا الانفجار في الحركة الهجرية تلاحظون بأن شرق المتوسط يمثل كان يمثل حوالي ثلثي الحركة الهجرية والأدفاق الواصلة إلى أوروبا في حين أن المتوسط أو وسط المتوسط يمثل حوالي الثلث أما على مستوى المنطقة أو على مستوى الإقليمي لهذه المناطق تلاحظون بأن إذن أن الفترة 2008-2013
بلغ عدد المهاجرين من إجمالي هذه المنطقة 45%، في حين أن البقية هي ما بين 2014 و2017. وانظروا كيف أن بالنسبة لشرق المتوسط إذن 81% هي خلال الفترة 2014-2017، وبالنسبة للمتوسط الأوسط أكثر من 3/4، يعني حوالي 80%. إذن هذه بعض الصور التي تمثل أهمية يعني انفجار الحركة الهجرية. تلاحظوا اللون الأحمر هو ما بين 2014 و2015 و2017. طبعا ربما الإشكال الذي أريد أن أشير إليه هو ما حدث في 2000 في السنة الماضية 2017 في سبراتة وحول ما يقال أو يتحدث عنه على أنه الاتجار بالبشر وإذن انتهاك حقوق المهاجرين وفي ليبيا. فأعتقد أن أولا هذا ليس جديد، أنا أعتقد أنه لم ننتظر. نذكر اللي في منذ سنتين في النشرية التي يصدرها صديقي رشيد خشانة مركز دراسات المغربية حول ليبيا، نشرنا مقال يقول ليبيا من قطب للهجرة الوافدة إلى قاعدة تهريب المهاجرين والتجارة بالبشر، هذا قبل أن تعلن عنه سينان وغيره. فهذا لأنه موجود على الميدان، نراه على الميدان. وهذا طبعا ليس بسبب الليبيين فقط، لأن أذكر بأن الشبكات الهجرية رأي شبكات فيها حلقات تنطلق من مناطق النزاعات، يذهبون إلى المناطق التي فيها نزاعات ويغادر فيها المهاجرون ويستقطبونهم ويحولونهم على مراحل من نقطة إلى نقطة حتى الوصول إلى إيطاليا، حتى الوصول إلى السواحل الأوروبية. فأعتقد البحث لا يجب أن نركز على بلدان بعينها، وإنما نأخذ هذه الحلقات والتي الشبكات الإجرامية من غرب أفريقيا، من وسط أفريقيا، من القرن الأفريقي، مروراً بليبيا، مروراً بالنيجر، مروراً ب... ولكن ترون بأن الاتحاد الأوروبي في الحقيقة هو طبعاً مكرهاً أنا أقول في هذه المقالة التي أتحدث عنها. لا ننسى بأن معناتها من أسباب الأزمة الحالية الهجرية هي بسبب طبعاً انهيار الدولة الليبية وانتشار الفوضى، وهذا طبعاً يؤكد أنه لا يمكن. ولكن ربما أنا على مستوى الليبي خصوصاً، لأن دعنا نتحدث كذلك بصراحة، أنا أقول كيف يمكن في الداخل الليبي أن يقع إذن تحشيد هذا الكم الهائل من المهاجرين خارج طبعا سلطات الدولة والمؤسسات دون أن يرد المجتمع المدني والمجتمع الأهلي في صبراته ولا غير صبراته الفعل، ودون أن يحاول أن معناتها أن يصلح هذه الوضعية، حتى لا تقول عدة معناتها منظمات دولية بأن ليبيا أصبحت على هذا الشكل. إذن لا ننسى كذلك دور ربما انتشار السلاح في ليبيا، كيف أنه كان من أسباب زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، سواء كان في مالي أو في تشاد أو لغير ذلك. وطبعا كل هذا طبعا دفع الاتحاد الأوروبي إلى طبعا محاولة إصلاح ما يمكن إصلاحه، لأنه لم يتمكن من استباق ما قام به من الهجوم على ليبيا ومن الحرب على ليبيا في 2011. فإذا هناك طبعا سياسات تحدث عليها لوكا وتحدث عليها دلفين، لا أريد أن أبقى فيها طويلا، ولكن فقط انظروا كيف أن السياسات الأوروبية إلى أين تصل إلى هذه في النيجر. إذا يعني البرامج المقاومة أو الحد من انتقال المهاجرين إلى conclusion إلى ليبيا. إذن أنا أردت أن أقول كذلك بأن نتحدث عن المهاجرين، ولكن كذلك منذ حين محمد الإمام الصباح تحدث لهذا النزوح القسري، كذلك عندما نتحدث عن الهجرة غير الشرعية والهجرة لليبيا لا يجب أن ننسى طبعا هذا البعد الداخلي للنزوح القسري أو المهاجرين في ليبيا، وهذا العمل طبعا هو العمل الذي قام به محمد. إذن أنهي في دقيقتين ليقول بأن ما يمكن أن نلاحظه أن في الحقيقة سواء كانت ليبيا أو المغرب الكبير أو بلدان الصحراء لنا مشكلة كبيرة. أنا الآن أتحدث من الزاوية الجنوبية المتوسط بالمنظور المغاربي أو ما يقال من الجنوب، وأقول بأن هناك خطر حقيقي لأن يصبح المغرب الكبير كأنه جزيرة محاصرة
شو معناتها جزيرة محاصرة؟ لا يمكن المرور إلى أوروبا ونحن نغلق، إذن أوروبا تغلق الأبواب الهجرة ونحن نغلق أبوابنا طبعا مع أفريقيا، وهذا يمكن أن يمثل خطر كبير على يعني ربما آفاق العلاقات بين ليبيا في هذه الحالة ولا المغرب الكبير. ولذلك أعتقد أن أهم عمل يمكن أن نتحدث فيه ونتناقش فيه ويجب أفضل ولا يعني من الأفضل ربما إطلاق حوار ليبي، وهو أن تصبح الهجرة أو إدارة الهجرة أو حوكمة الهجرة في ليبيا حوكمة، يعني هناك سياسة هجرية تعتمد على تسوية وضعيات المهاجرين، وأن تعمل الدولة الليبية المؤسسات الليبية سواء كان اليوم الموجودة ولا التي ستوجد إن شاء الله بعد الاستقرار، على أن تكون لليبيا سياسة يعني وحوكمة رشيدة للهجرة تعتمد على حماية حقوق العمال المهاجرين، لا أقول المهاجرين، العمال المهاجرين. لو طبقت الدولة القوانين ويعني نظمت قوانين العمل حتى لا يقع انتداب وتشغيل المهاجرين بطريقة عشوائية وخارج أطر القانون ودون حماية اجتماعية ودون عقود عمل، ربما لو اتجهت الدولة الليبية في هذا الاتجاه ربما تمكنت أولا من درء الخطر الذي كنت أتحدث عنه منذ حين، وهو هذا الانقطاع مع الجار الجنوبي في الساحل. والمصالح الليبية ولا المصالح المغاربية ليست فقط مع أوروبا، ولذلك أنا أنتهي بهذا القول بأني في 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 تقريبا منذ تقريبا شهر أو شهرين ظهر كتاب جديد وهو الشراكة بين أفريقيا وأوروبا، وأقول مع مجموعة أخرى من الباحثين في مركز السياسات بوليسي سنتر في المكتب المغربي للفوسفات، عنده مركز يعني ثينك تانك اسمه OCP بوليسي سنتر، نقول بأن على بلدان المغرب هنا أن تركز سياسة هجرية تأخذ في الاعتبار مصالحها مع الجار الشمالي، ولكن أيضا وخصوصا مع الجار الجنوبي. والجار الجنوبي هذا ليس فقط هؤلاء المهاجرين ومعناتها المساكين، ولكن أيضا معناتها أفاق التنمية في أفريقيا والكم الهائم من الشباب الأفريقي المتدرب يمكن أن يكون مورد من موارد البشرية لربما لتصبح الاقتصاديات المغاربية على قدر من التنافس مع الاقتصادات الأخرى في العالم. ولذلك فالدعوة هو تركيز سياسات هجرية وحوكمة تعتمد يعني أو تنطلق من منظور مغاربي، من منظور ليبي، وليس من منظور أوروبي كما هو الحال اليوم. شكرا على انتباهكم. بارك الله فيك. So we've had three very complementary presentations. Dr. Hassan Boubakri gave us a very wide framework. He really reminded us of the south-south reality of much of the migration phenomenon. Finn took us back into the four decades of Gaddafi rule and reminded us of how the EU behaved in those years, what were the preoccupations there, and the start of many of the patterns that we see today. And Luca really cast a light on the last few years. So I'd like to open up the questions. I'd like to invite actual questions, if at all possible, as opposed to just contradicting. If you disagree, try to still frame it as a question to offer a chance to these researchers to come back with actual facts and an actual argument. Sir. فيما بعد إذا تفضلوا من يريد أن يأخذ الكلمة. لو سمحت يا أستاذ حسن ضعنا الخريطة السياسية لليبيا على الشاشة. وهل تحتاج إلي لكي أضع الخريطة الليبية؟ لا للحضور. فضلك. لأن يبدو أن الوزر الذي تحملناه أكثر من
بالله سكر المايك لان بيع او الجوار الكل. نعم نعم هكذا حتى الدول السياسيه. ايوه نبوا الجوار السياسي يا استاذ حمزه. لا الجوار السياسي خليه. شكرا بارك الله فيك. لو نظرنا لخريطة ليبيا بهذا الشكل ونظرنا إلى دول الجوار وإلى العمق الليبي في القارة الأفريقية وإلى 2000 كيلو متر قبالة السواحل الأوروبية، فهذا الموقع كان مغري لكثير من القوى وشهد كثيرا من الحروب ابتداء من وجود الحرب القرطاجانية الرومانية، وفي حالة سيطرة أحد هذه القوى على طرابلس وربطها بجربة ثم ربطها بمالطا لتم تقسيم البحر إلى طرفين. الوضع طرابلس في عمق القارة الأفريقية كانت ليبيا منافذ رحمة للأفارقة في تمرير التجارة اللي هي تجارة القوافل. الوضع الليبي الآن ووضعها الاستراتيجي هو الذي كان وراء كثير من الصدمات، وخاصة ليبيا والحرب اللي جرت في ليبيا، سواء كانت الحرب العالمية الأولى ولا الثانية، جزء منها كبير غير في موازين القوى، غير في الخريطة السياسية، وبالتأكيد مجريات الحرب. فالهجرة غير الشرعية هذه عواملها ليست وليدة اللحظة، والليبيون ليسوا هم من وراء أو ليسوا هم مسؤولين عن هذه الهجرة المتكررة، فهي هجرات تاريخية. ولكن السؤال الآن المطروح، ما هو الحل والعمل الأساسي لكي تحل مشكلة الهجرة والمشكلة الأمنية؟ يتضمن في حل واحد، حل المشكل السياسي وحل المشكل الأمني، بعدها تنتهي كل القضايا. الآن احنا انكوينا من أكثر من حالة، لكن أوروبا لم تتحرك وهي كانت المسؤولة وقامت بجوب unfinished job، يعني عمل غير مكتمل، وهي من بدأت، والآن الباب أصبح مفتوح على مصراعيه. فالقوة التي كانت وراء هذا العمل يجب أن تقوم بواجبها، وشكرا حمل المسؤولية. السلام طبعا كما يعرف الجميع بأن الهجرة ظاهرة قديمة قدم تواجد البشر فوق سطح الأرض، وهي ظاهرة عالمية واجتماعية، ولم تستطع أكبر دول العالم القضاء عليها. لماذا لم تستطع القضاء عليها؟ لتداخل عدة عوامل، هي عوامل الجذب وعوامل الطرد، فيذهب البشر أينما توجد الخيرات وتوجد الثروات. ولكن بسبب الأزمات التي تمر بها ليبيا والانقسام السياسي، أصبح اسم ليبيا الأكثر تردداً بين كل من له علاقة بهذه الظاهرة، من مهاجرين ومسؤولين وصحفيين وباحثين. فأصبح الملف مسيساً من قبل بعض الدول وخاصة الاتحاد الأوروبي، وسخر له كل الإمكانيات المادية ووسائل الإعلام ووسائل الاتصال. فالصورة التي قدمها من نجح في عبور البحر عبر قوارب الموت المتهالكة عن العاملين في هذه التجارة صورة غير صحيحة وسيئة. لكن الأمر الغريب الذي قام به الكثيرون من الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمسؤولين وحتى الباحثين هو تعميم تلك الصورة السلبية وإلصاقها بكل الليبيين. وفي اعتقادي فالمواطن الليبي العادي لا يعامل المهاجر الأفريقي بتعنج أو بتكبر أو بتعصب بسبب لونه أو وضعه الاجتماعي. وبالطبع يوجد في كل مجتمع أفراد يخرجون عن المسار العام، المسار الذي تسلكه الغالبية العظمى.
وكما ذكرت الأخت إن تاريخ الهجرة في ليبيا ليس من بداية الثمانينيات بل هو من بداية تسعينيات القرن الماضي من تسعينيات القرن الماضي، ولابد من التعاون بين الدول المعنية بالظاهر اللي هي دول الإرسال ودول العبور ودول الاستقبال، ولابد أن يكون لدى المسؤولين في هذه الدول الاستعداد للجلوس ودراسة سيناريوهات أعدت بناء على دراسات علمية تتوجه نحو معالجة المشكلة الفعلية، وأقصد هنا حدوث تغير ديموغرافي في جزء هام من ليبيا وهو الجنوب. وكما قالت الأخت بأن إيطاليا ترجع المهاجرين إلى ليبيا، صحيح ترجع المهاجرين إلى ليبيا، ولكن المهاجرين المرضى والغير فاعلين في العمل وغير والمسنين والعجزة. وأقترح برامج واقعية وذات فاعلية على المدى البعيد وليس القريب، وتجنب الحلول التي تواجهها هواجس أمنية أو سياسية. وليبيا لن تكون معسكراً أو مخيماً أو مكباً أو منصات للمهاجرين. وشكر. One more question. Let me introduce myself. I'll be brief. Francesco Mazzini from the Dutch Embassy. Chair, you said academics have a specific task in this debate. What I've heard is an analysis of the struggle of EU trying to stop irregular migration and again trying also to uphold their human rights principles. And some comments were made, some were fair, some I could comment on too, but I won't do that. My question to you, to the panelists, is what, in your view, should a European, a proper European migration policy look like? One last one. Yeah, thank you. A couple of questions. The first one for Luca. You was underlined the policy of European Union in stopping the regular migration from Libya to Italy and Europe, and so you was focusing, of course, on the European side. I would like just to know what is your impression or idea about the what is the reason because Libyans are now cooperating and participating in this operation to control and stop migration. So what is the bargaining between Libya and Italy and Europe. Et j'ai aussi une question pour Delphine. Et merci pour le papier, c'est très intéressant. Et vous avez justement souligné comme c'est l'Europe qui va demander la détention de migrants en Libye. Et bon, de mon côté, je veux voir aussi que, d'un côté, bien sûr, l'Italie et l'Union européenne vont demander ça. Et en même temps, il y a aussi une politique italien-européenne pour faire de la coopération dans les centres de détention pour dire que le centre de détention doit être un petit peu meilleur. Et voilà, si tu peux ajouter quelque chose de ton côté juridique entre cette que je crois en contradiction et aussi sur la, je crois, l'orientation de la politique de coopération plus en plus vers une conditionnalité migratoire. Ce n'est pas la question, comme dans le passé, de respecter les droits humains, mais de fermer la migration. Et la dernière question pour Hassan, je suis tout à fait d'accord avec la conclusion. On veut de réfléchir sur une approche maghrébine à la migration et à la gouvernance of the migration. Mais tout à fait, il y a ce problème que l'idée de l'Union européenne, c'est d'avoir
une relation qui est plutôt bilatérale entre les deux pays. C'est pas sur, c'est surtout sur les pays, peut-être une relation entre l'Europe et la Libye, l'Europe et la Tunisie et l'Algérie, voilà. Et quand on peut dépasser cette impasse. Merci. Just one more. We don't have too much time. We have to close shop. Two brief ones or just one? Merci beaucoup donc pour les trois intervenants, pour les différentes communications et les différentes informations et données de leurs études. Ce qu'on constate en fait, moi je voudrais savoir vos opinions et vos avis d'un côté technique. Qu'est-ce que c'est que je pense que vous avez comme un médecin, il y a un phénomène et vous avez détecté les causes. Et donc là, soit qu'on attaque les causes et on enlève le phénomène, soit qu'on laisse comme ça et on essaie quand même d'améliorer le phénomène tout en maintenant les causes fonctionnent jusqu'à quand. Et puis qu'est-ce qu'on va faire? Donc maintenant, on commence à parler des lois, des jurisprudences, on commence à Est-ce que ça va perdurer ou bien il vaut mieux attaquer toutes ces causes et on finit et on laisse par exemple la mobilité plutôt que la migration. Donc comme nous, il y a des gens qui vont étudier, d'autres qui vont travailler, d'autres, etc. Et puis ça va être quelque chose de volontaire, pas quelque chose qui est poussé, obligé de quitter son territoire pour aller vers d'autres cieux à la recherche d'un monde meilleur, alors qu'il est bien chez lui. Donc, est-ce que vraiment, donc, ils vont être déconnectés et déracinés dans un autre lieu? Et lorsqu'ils sont déconnectés, est-ce qu'ils vont être heureux, quels que soient les efforts qu'on va faire pour les intégrer, etc.? Mais ils commencent toujours à avoir une certaine nostalgie avec leur vie. Et là, jusqu'à où, qu'est-ce qu'on va voir dans la société nouvelle, là, dans le futur, là, avec... Bon, c'est vrai qu'il y a un mélange, etc., c'est un enrichissement de culture, de civilisation, de religion, etc. Donc, c'est une diversité qui est bénéfique, mais quand même, dans le fort intérieur de ces gens-là, ils ne sont pas venus par leur propre gré, donc, mais ils ont été forcés de venir et de quitter. Alors qu'on peut imaginer un monde où les gens vont migrer par leur One last one, we have to stop, unfortunately. Just one question. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. تحية طيبة. عملية الهجرة الغير شرعية وكلها تركز على أن المشكلة في ليبيا وأن الليبيين هم سبب وكأنهم سبب هذه الهجرة. نتكلم وكأننا تحملون المسؤولية للليبيين والدولة الليبية تستغل الهجرة الغير شرعية في قضاء بعض المآرب، ولكن لماذا لا تنتبه إلى الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي في محاربته لليبيا نظرا لموقعها الجغرافي ونظرا لمواردها؟ يحاولون بذلك أن يستغلوا كل الطرق والأشياء لدمار ليبيا وإلى تفكيك روابطها الداخلية. لماذا نتكلم دائماً عن الجانب الأضعف ولا نتكلم عن الجانب الأقوى؟ هل هو خوف؟ هل هو أن نحن نحاول أن نقلل من قيمة الدول الأخرى؟ دائماً نراها في كثير من المؤتمرات والسياسات. لماذا لم تتكلموا على الاتحاد الأوروبي ودوره في حل المشكلة الليبية؟ لماذا لم تتكلموا على الدول الأوروبية المتقدمة التي تعتبر نفسها متقدمة في الجانب العلمي دائما تسعى إلى تدمير الدول؟ لم تكن هناك مساعدات ليبية إلا القليل جدا وكلها بمقابل، كل المساعدات التي تكلمون عليها هي بمقابل، وللأسف نحن ندفع الثمن، نحن والدول الأخرى ندفع الثمن بطريقة إعلامية فقطونا في الإعلام صح، ويسخر الإعلام ل أشياء مساعدات لا تساوي شيء وتتكلمون عنها وكأن ليبيا حلت، العالم الكل يسعى وراء حل مشكلتها. ليس هناك من حل. بالله رجاء أرجو أن المؤتمرات والأوراق التي تكتب أن تأخذ الجانب الإيجابي وتأخذ الجانب الحق ولا تتجه إلى اتجاهات
نحن صورتمونا في أسوأ صور، صورتمونا من الحرب الداخلية والمشاكل الداخلية، كثير من الكلمات التي تخرج في كثير من الورقات لا تليق بمجتمعنا. ونحن هنا أتينا، حتى المؤتمر نفسه لم يدعى فيه الناس المتخصصين، وأنا مسؤول على هذا الكلام. لماذا نعامل بهذه الكيفية ابتداء من هذا المؤتمر إلى غيره؟ أرجو أن تنتبهوا، أرجو أن تنتبه لهذه النقاط، أن ليبيا لا تدعم الهجرة الغير شرعية، ولكن نتيجة الضغوط عليها أنتم ترون الحدود وكم مساحتها. هل تستطيع دولة مثل ليبيا السيطرة على هذه المساحة الكبيرة؟ تشرط علينا شروط في مقابل يدخل الاتحاد الأوروبي ويساعد ليبيا؟ لا، بشروط محددة وبشروط تعيق حركة الليبيين وتعيق الحالة الوضع السياسي في ليبيا. لماذا تكون هناك ضغوط وضغوط مدفوعة؟ ترون الحدود في كاملها، هل تستطيع دولة وحدها أن تسيطر على أمريكا ما قدرش تسيطر على المهاجرين اللي يدخلوا لها من دول الجوار؟ ترون أن ليبيا تستطيع أن تعمل هذا الكلام لوحد؟ وإن كان التعاون فهو تعاون بطريقة من يدسون السم في العسل، وهذا ما يقدمه لنا. نأمل ونتمنى منكم أن تتريثوا في كتاباتكم وأن تكتب الحقائق. كل الكتابات اللي نحضها خذنا من مراجع معينة، خذنا الحقائق تؤخذ من داخل البلد ومن الموقع، لا تؤخذ من التقينا بأشخاص في مؤتمرات معينة أو التقينا بأشخاص في أماكن معينة أو خذنا من بعض الكتب. لا، يجب أن يكون من الواقع. ونحن أدرى كليبيين بوضعنا وبإجراءات، نحن لم تعط لنا حتى فرصة في تسيير أي جلسة من الجلسات، نحن لم تعط لنا فرصة كثيرا من الأوراق كلها من خارج ليبيا. لماذا هذا؟ هل هو مقصود؟ هل هو مدبلج؟ هل استقبالنا مدبلج؟ للأسف تساؤلات كبيرة جدا. أنا عن نفسي للأسف أني متذمر من هذا المؤتمر. السلام عليكم. This one has to be the last one. We have to cut it off. أعتقد أن هناك خلط في المفاهيم حتى في التعريفات في الهجرة. حقيقة أنا لا أتفق معك سيادة الدكتور. أنا كنت طالب وطلعت، ما كانش في الانتنشن، ما كانش الهجرة على الإطلاق، فلا يمكن أن يكون يعني حتى الطالب الموفد للدراسة في الخارج يعتبر مهاجر. أصبحت المشكلة التعريفات مشكلة عويصة بعد الشيء. ثانيا أعتقد أن المشكلة هي الماس ديسبليسمنت، لأن الهجرة ظاهرة طبيعية وظاهرة من قديمة قدم الإنسان. المشكلة اللي صارت زي في عام 2015 اللي هي ماس ديسبليسمنت لعدد كبير من الناس، تم إزاحتهم، أوكي ماشي الحال. لكن أيضا في نقطة أساسية هي تصوير المهاجرين. المهاجرين معظمها هذه هجرة غير شرعية، يعني خش الليجل، وصار في خلط بين مفاهيم الإقامة في الدولة. الاتحاد الأوروبي احنا لما بنمشوا بنقدموا على تأشيرة ويجب انك انت عندك معايير وما إلى ذلك. كل دولة عندها حقوقها انها تفرض الاراء اللي تبيها في اللي من تسمح له بزياره. الحقيقه كلهم راهو ما فيش حد مشي فري في تشارج، كل اللي شبحتهم هادو في التصوير، حتى اللي في البواخر اقل واحد فيهم دافع 2000 يورو او 3000 دولار. يعني راهي الهجره ترافيك بزنس، اصبحت من اريتريا الى السودان الى ليبيا في الكفره إلى أخدامس، شبكة طويلة عريضة محافظين عليها. وأيضا المنظمات المجتمع المدني مكاري بواخر ويتقدمون للساحل الليبي، وهناك أدلة أن هناك في بعض منهم اتفاق مع الترافيك، وأصبحت أنت عندك بيزنس كبير. أحد الحلول يا أخي الاتحاد الأوروبي يفتح باب الهجرة، في مكان هالألفين ولا 3000 دولار اللي يدفعهم المهاجر للمهربين، على الأقل الاتحاد الأوروبي ممكن يستفيد بهم، وفي الأخير تكون منظمة وفي مكان يطلع وريسك يطلع بالطائرات. راهو ما فيش حد مشي فري في تشارج. ثانيا من أقرب واحد لأوروبا لو شبحنا الخريطة؟ أعتقد أن الدول الأخرى أقرب. أنا مسؤول مالطي، عندما تأتي السلطات المالطية للباخرة وتحاول تنقذها، لما يعرفوا المهاجرين أن هذه باخرة مالطية يقول لا يبي الطليان.
يعني راهو في امور اخرى البزنس اللي صاير من خلال هذه العمليه نتاع استغلالها ووضع ليبيا وكانها هي المشكله. يعني تتحدث عن المهاجرين، اعتقد تعال في طرابلس وحتى جد نرفعك وحتى جد ناس يخدموا وناس يلعبوا في الكوره وما فيش حد جاي تلاهم. يعني وثانيا في فتره من الفترات عندنا كان قريب 2 مليون مثلا عامل مصري، كم واحد فيهم دفع ضرائب للدوله الليبيه بما فيهم العمال والاخرين؟ ولا عامل. ان على الاقل اللي ما عندهمش عقود، ممكن اللي عنده عقد هذا بحكم القانون حياخذوا منه الضرائب، لكن ملايين العمال في ليبيا يخدموا ولا يدفعون فلسا. حتى في فتره من الفترات ايام القذافي لما داروا عباره عن غرامه للي ما سواش وضعه 500 دينار، ما بعض الدول احتجت على الغرامه، قالت كيف هو خاش الليجل. ثانيا حقوق المهاجر، اذا كان ما في امور قانونيه، لما واحد خاش بدون اجراءات رسميه ثم نتكلم عن حقوقه، في اشكاليات قانونيه ايضا في الموضوع. فرجاء ثانيا الخريطه هذه ليست الخريطه الرسميه لليبيا يا دكتور، منين ليك تحط برقه وفزان وطرابلس؟ هذه ليست الخريطه الرسميه لليبيا حقيقة. يعني بصراحة يجب أن تحترمنا، هذه الخريطة ليست الخريطة الرسمية لليبيا. هناك خريطة رسمية هي المفروض أن أنت تحطها في الداتا شو. ثانيا أنا نتحداك الآن برا لبرقة، ما عادش في حد يدوي على برقة، خليها ندوة. من لما المشير حفتر سيطر الجهوية والانفصالية في المنطقة الشرقية اختفت. يعني في امور رسميه، حتى لما بتحط خريطه حط خريطه رسميه، لكن انك حاط لي الاقاليم برقه وفزان وطرابلس. حقيقه يعني الامور لا نعرف ما مدى النيه، هل هناك نيه صافيه في الموضوع، نيه اكاديميه، نيه علميه لمناقشه الموضوع، ام ان لاستغلالها في اجندات اخرى. We have to wrap it up in a few seconds. If you can say a word each, or إذن هناك عدة تساؤلات وجدل. أعتقد هناك بعض الأجوبة السريعة وهناك ردود على ربما بعض التدخلات التي تثير الجدل أكثر منها في شكل أسئلة. فأنا ما يعني أنا في بعض الأحيان سمعت حديث وكأني ما قلته في الأخير، هناك نقطتان أركب ولم أسمع الرد على هذا. ليبيا اليوم وكانت وغدا عندما تتم إعادة البناء والاستقرار وتقوم المؤسسات، يجب أن تضع سياسة هجرية تعتمد على تسوية وضعيات المهاجرين حتى يدفعوا الضرائب. الضرائب كيف يدفع الضرائب مليونين مصري إذا كان معناتها القطاع العام وإلى المؤسسات وإلى الخواص لا يقومون بوضع يعني عقود. أنا اقترحت، قلت أن على الدولة الليبية أن تحمي أمنها وحدودها وترابها، ويتم ذلك بحماية الحدود. هناك فريق أمن وحدود وحماية الحدود الآن يشتغل ويشتغل منذ القديم. لا سمح، خليني نكمل. سمح خليني نكمل سيرج. اثنين داخل البلد من فضلك خليني نتكلم. شوف بالنسبه للخريطه، نجي للخريطه، هذه الخريطه راي وضعتها مش ليبيا، لان عندما كنت اتحدث عن الجانب عن الجانب التاريخي. سامحني لحظه مش هذه على التحويل.
إذا قلت بأن الخريطة ربما الإطار اللي جت فيه هي في إطار التسلسل التاريخي عما وقع في القرن 18 و19 مش خريطة لأنه في إطار التاريخي. اثنين قلت إذا قلت لم أسمع ردا على موقفكم من وضع سياسة للحوكمة الهجرية في ليبيا باعتبار ليبيا اليوم وغدا عندما يتم إعادة البناء تحتاجون إلى مئات الآلاف من المهاجرين، وهؤلاء إن كان الليبيون لا يريدون أن يعانوا ما يعانونه اليوم من هجرة غير القانونية هو أن يقوموا بتنظيم الهجرة وإجبار كل المنتدبين والمشغلين على وضع عقود مع حماية الحدود وحماية التراب. اثنين تتحدث زميلي ويا صديقي تقول بأن معناتها من إريتريا، أنا لم أقل في البداية بأنها شبكات إجرامية، أنا لا أفهم أني أتحدث عن شيء ثم بعد ذلك السؤال وكأنه لم يسمع ما قلته. قلت بأن هناك شبكات إجرامية لها محطات وحلقات تنطلق من مش فقط من مناطق النزاع، من أماكن نقاط النزاع، وتحول هؤلاء. ومن هم ضحية هؤلاء؟ ضحية هؤلاء المهاجرون، ضحية هؤلاء البلدان التي يعبرونها، وضحية هؤلاء هي ليبيا. أنا كنت واضح في هذا. إذن أعتقد بأن معناتها تمنيت أن على الأقل ردوا. وفي الأخير يعني هذه تقريبا أسمع ذلك منذ عشرات السنوات، تنمية المناطق الأصلية، لأن هناك فرق في الحقيقة. الدخل الليبي والثروة الليبية، وليبيا دولة ثرية، فهذا يؤدي إلى طبعا أن تصبح ليبيا دولة طبعا هجرة وافدة وتجذب المهاجرين كما هو الحال لأوروبا. لماذا يصل لأوروبا هذا العدد الهائل؟ مش فقط من ليبيا ومن المغرب العربي، يصلون إليها من الشرق، يصلون إليها من آسيا، يصلون إليها من أمريكا اللاتينية. اذهب إلى أسبانيا سترى يعني تقريبا العنصر اللاتيني هو الغالب في ذلك. لماذا؟ لوجود الفرق في الدخل بين المجموعتين. فلا يمكن أن تغير هذا، لا يمكن أن تغيره بمعناتها ربما بالخطابات والرجوع دائما إلى وضع معناتها الأسباب على غيرنا. يجب أن يعني وضعية ليبيا هي بلد هجرة وافدة تستقطب المهاجرين. الاقتصاد الليبي عندما يتعافى وتتعافى الدولة وتستقر ستحتاجون لمئات الآلاف من المهاجرين لإعادة البناء والاستدراك ما تم تخريبه منذ سنوات. ولذلك فأنا قلت أني مشيت في اتجاه إيجابي، قلت لابد أن تضع الدولة الليبية سياسة حوكمة تحمي حدودها، تحمي ترابها، وتنظم الهجرة فيها حتى لا يأتي إليها من لا يظن أنه يمكن أن يهاجر ليبيا بطريقة عن غير شرعية ويعمل فيها. اثنين حدثتكم عن المغرب العربي كجزيرة، أنا قلت نحن أيضا ضحية ويجب أن ننظر إلى الجنوب. لما أقول هذا في آخر نقطة، أنا آسف، أنا وكأني لم أقول هذا، قلت يجب أن تكون هناك مقاربة ليبية ذكرتها ومغاربية لكي يصبح المغرب العربي يعتمد على سياسات هجرية تنطلق من مصالحه، المغرب الكبير عفوا، تنطلق من مصالحه وتأخذ هذه المصالح في الاعتبار، علاقاتنا مع الجار الشمالي وكذلك علاقاتنا مع الجار الجنوبي. ولهذا قلت الجيران، جيران ليبيا وجيران المغرب الكبير. أنطونيو العفو مش عارف، هناك من قال الملف الهجري مسيس، طبعا مسيس، ومن سيس أيضا الملف الهجري ليس القذافي، لم يستعمل، وهذا في العلوم السياسية هذه قاعدة، الاقتصاد والهجرة والديمغرافيا والسلاح كلها أدوات للعمل السياسي، أدوات للفعل السياسي، سيونس بوليتيك. فطبيعي أن أي دولة تتعامل مع الهجرة، مع الملف الهجرة بطريقة مسيسة. الكل يستعمل السياسات الأوروبية الحالية، القذافي قديما، نيجيريا في وقت من الأوقات، انظروا الجدل وعنف التبادل ما بين المكسيك وترامب، يعني الكل يسيس. أنا لا يعني لا أستغرب أن تسيس الهجرة لأنها قضية استراتيجية. ولذلك نرجع إلى إشكالية أنك تقوم بوضع سياسة وطنية إرادية للتحكم في الهجرة وحماية حدودك وحماية قوانينك وحماية ترابك. اثنين ولا مش عارف اثنين، السؤال في خصوص غياب التجرم السياسات في
أنا أقول لك شيء، مثلا في الفكرة الأخيرة الأوروبية لوضع نقاط لإرجاع المهاجرين والحفاظ فيهم على يا إما على الحدود الخارجية الأوروبية وإلا في جنوب المتوسط. كل البلدان المغاربية من مصر وخصوصا ليبيا، الجزائر، تونس والمغرب رفضوا هذه الفكرة رفضا قاطعا. إذن هو اتفاق غير متفق عليه، ولكنه اتفاق. إذن في بعض الأحيان الضغط الذي أتيك من الجنوب تقوم بوضع سياسات ولتكون بالرد للحفاظ على مصالحك. مصالح دولنا كل جنوب المتوسط تمشي في نفس الاتجاه، وهو أن لا نكون معناتها أن لا يقع إرجاع المهاجرين وإبقائهم هنا. هذه الفكرة الليبية منذ معناتها التسعينات واليوم موجودة. اليوم المغرب وتونس يرفضون توقيع اتفاقية الشراكة ما يسمى بالموبيليتي بارتنرشيب ما بين تونس والاتحاد الأوروبي من ناحية، ما بين المغرب والاتحاد الأوروبي من ناحية. الاثنين واقفين منذ 3 سنوات المفاوضات معطلة لأنهم يرفضون سياسات ربط تسهيل التأشيرات بإعادة القبول مهاجريهم مواطنيهم وخاصة بلدان معناتها مهاجري البلدان الأخرى دون أن هناك أن يوجد تنسيق. المغرب وتونس في المغرب معناتها في الاتحاد المغربي، ولكن هل الاتحاد المغربي له نفس معناتها الفعل كما هو بالنسبه للاتحاد الاوروبي؟ لا، رغم اننا في اتحاد فارغ يعني شقفه كما نقولوا فارغه داخليا، ولكن المصالح الوطنيه تدفع لانك تاخذ مواقف تلتقي فيها مع جيرانك حتى وان لم كنت منظم. ولهذا انا قلت معناتها انهيت حديثي في الختام، قلت هذه السياسات المغربية يجب أن ننسجم ونضعها في 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 الحسبان. أخيرا بالنسبة أعتقد أجبت على أغلب الأسئلة، والعفو على سوء الفهم. Look at the last word. Thank you very much. I was actually looking forward to some heated and passionate debates, so I was a bit disappointed at the beginning, but more glad to see that this was happening in the end. So unfortunately, I mean, much of these were comments, of which I take note gladly, not really questions. Comments highlighting the fact that the panel has only been addressing the weak side seemed to me a bit misplaced. My whole presentation was about one of the supposed strong sides in this debate, which is the European Union. But I'm very happy to further develop the topics that has been approached before. I think I received essentially two questions. One is about what should a proper migration policy look like. Honestly, this was not the topic of my research, so I can share my personal opinion as a lay citizen, but this is not an informed or particularly educated position. I'm very glad to further discuss with you about funding opportunities for researches into this direction. But more seriously, there's a number of researches that have been carried out in this direction, and most of them seem to me to converge on the conclusion that promoting not more criminalization of migration, but more legal avenues towards migration might probably be one of the best solutions. And by the way, this is also recognized and stated by the European Agenda on Migration of 2015. Unfortunately, my impression is that the negotiations toward this end vis-a-vis countries of origin have been lagging behind a little bit as compared to the expectations. Why some Libyan armed groups are now cooperating more with the anti-smuggling business than with the smuggling business? This is the $1 million question. We don't have ultimate evidence proving what happened. For sure, something happened. Possible explanations existing highlight option one, the fact that they received by someone more money than what they could possibly gain through smuggling, so economic incentives.
which is actually, in my opinion, hard to believe because the money that one can make out of smuggling is very significant, and I don't think that it would be so easy to collect such money, nor to accept to negotiate in this way with, well, criminal actors. Other possible interpretation, other possible option is that those involved in smuggling were promised some form of integration, legitimation, impunity, which seems to me a bit more credible considering that it took place during the negotiation of a new peace deal among Libyan parties. So that can be a possible explanation. I don't know if it's true, but I must observe that, I think it's very interesting to observe that the data of the month of June provide us with a completely different picture of what's going on in Libya. In the month of June 2018, departures from Libya skyrocketed as compared to the previous months. Is it because in the very same month the political situation changed dramatically in one of the European member states, precisely one of those who was supposed to have struck deals with some Libyan counterparts? I don't know, that's a possible interpretation, but I think that only, you know, upcoming data will let us know whether this represents a new trend or just a coincidence. J'essaie d'être rapide, même s'il y a eu beaucoup de questions, d'ailleurs certaines très intéressantes. Ensuite, pour les attaques, je dirais, je vais répondre rapidement. Je ne pense pas du tout avoir dit que la Libye était responsable de la migration irrégulière, avoir même présenté la migration comme un problème, au contraire. En revanche, aujourd'hui, moi j'aborde, chacun fait son travail de chercheur selon sa discipline. Moi j'ai bien dit que j'abordais par le biais du droit et de la politique. Et effectivement, j'ai bien dit aussi que la Libye est un grand pays d'immigration et que cette réalité était occultée et niée par les mécanismes mis en place et les discours. Donc je sais bien qu'aujourd'hui il y a une autre réalité qui est beaucoup plus positive. Sur le plan du droit et des politiques, il n'y a rien de positif, je suis désolée. Pour être un migrant régulier, effectivement, c'est normal d'être régulier, de payer des taxes, etc. Trafic de migrants, c'est pas l'inverse, c'est pas parce qu'on a plus de trafic qu'on a plus de lois, c'est parce qu'on a plus de lois qu'on a eu plus de régularisations. Donc déjà, il faut penser à ça, donc ça touche, c'est pour ça que je réponds en même temps à plusieurs questions. À l'Union européenne, il y a des recherches très intéressantes qui mettent, et ça répond aussi à votre question, sur nos recommandations, ce qui n'est pas normalement le rôle d'un chercheur, mais au moins il y a certaines recherches qui essaient de travailler sur l'impact qu'aurait une nouvelle libéralisation de la mobilité, puisqu'aujourd'hui on est véritablement dans une fermeture, et ce qui implique tous ces trafics, que le trafic soit de plus en plus lucratif, qu'il soit de plus en plus criminalisé, et donc l'Union européenne, c'est sa politique. Ça a été la politique de la Libye sous Kadhafi, c'est la politique, ça a été la politique au Maroc et moins le cas aujourd'hui. Simplement, est-ce que certains États, par exemple la Libye, auraient le courage, lorsque la situation sera plus stable, d'avoir une autre politique ? Rien n'est moins sûr. Et juste un dernier mot d'exemple, c'est que tout ce climat d'irrégularisation qui implique un développement des trafics et donc de criminalisation, qui implique de penser que la migration est un problème, alors qu'en elle-même, elle n'est pas du tout un problème, cette mobilité. C'est que, avec ce que j'ai effleuré comme évolution au Niger, le fait de lutter contre les mobilités aussi à partir du Niger, et donc en amont du Niger aussi, concerne, là on touche à la mobilité également intra-africaine, c'est-à-dire que toujours plus en amont, on limite, on irrégularise des personnes qui avaient le droit de bouger régulièrement. Aujourd'hui, ce sont des ressortissants de la CEDEAO qui sont arrêtés au Niger et qui sont renvoyés. Je vous remercie. تعريفات. أعتقد أن هناك لا يجب التشكيك في كل تعريفات. هناك اتفاق علمي بين المختصين
وأنا لا أمثل ذرة من هؤلاء، لأن هناك فرق ومنظمة دولية تعمل على التعريفات العلمية لكل الحقول المعرفية. إذن أنا ما قلته هو عبارة عن اتفاق علمي على تعريفات وفروع الهجرة، هذا ناحية. ناحية ثانية، ذكرت توا بالنسبة للخريطة، العفو، الخريطة وضعتها وقت اللي كنت نتحدث على الحركات الهجرية في ليبيا وقت اللي عملت المقال هذاك معناتها في الماضي، هذا فقط، ربما عندكم حق، معناتها المفروض أضع كذلك الخريطة اليوم، وعنا خريطة نشتغل مع الطلبة الليبيين نخدموا على يعني التقسيم الترابي والمدن الليبية موجودة اليوم. ولكن إذا معناتها أنا أتسائل كيف لك صديقي أن تشك في أني عندي نوايا عندما أضعت لك الخريطة تقسيم ليبيا، هذا فقط، شكرا. We are late by 35 minutes. We really have to end now. I'm sorry. We can't. We have to finish. Sorry.